السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري الفصل الدراسي الثاني مع كتاب Glimpse of Revelation، ومضى من الوحي، مع الوحدة الخامسة. هنبدأ بالتدريبات وبعد كده نشرح براحتنا. التدريبات ما شاء الله فيها أفكار كثيرة، وفي نفس الوقت بتديك لمحة مهمة، وهي أصلا بتشرح نفسها بصراحة، وهنشرح برضو إن شاء الله. الوحدة الخامسة طبعا الدرس الأول Honesty. الدرس الأول بيتكلم على الأمانة. honesty has implications، لها تطبيقات أو لها يعني تجليات في الإيه in نقط with others with in إيه dealing تعامل، ولا speaking تحدث، ولا walking، ولا ال A وال B. طبعا A و B، لأن ال honesty الأمانة ممكن تبقى في التعامل dealing أمانتك في تعاملك مع الناس، وممكن تبقى في السبيكينج أمانتك في صدقك في كلامك. فهي A و B صح، يبقى الإجابة إيه؟ هي دي D. طيب number two، we ought to nugget towards honesty in all aspects of our life. we ought to إيه؟ we ought to طبعا إيه؟ strive، لابد إن احنا يعني نجاهد أو يعني نسعى جاهدين towards honesty عشان نحقق الأمانة in all aspects of our lives، في كل مناحي الحياة. طيب number three، honesty in speech، الأمانة في الحديث. not telling the truth in all situations طبعا إيه؟ implies تتضمن. honesty in speech implies telling the truth in all situations، يعني الأمانة في الحديث تتضمن إخبار الحقيقة في كل المواقف all situations. number four، sincerity honesty and goodwill، الإخلاص والأمانة والنية الطيبة مالهم. نقط our behavior at every level طبعا إيه guide بتهدي أو ترشد، خلاص يبقى يعني الإخلاص sincerity honesty الأمانة and goodwill النية الطيبة guide بتهدينا، تهدي our behavior سلوكنا at every level في كل ايه في كل مستوى، يعني في كل مستويات الأخلاقية بتاعتك. لو عندك ايه لو عندك sincerity و honesty و goodwill. طب اخر حرف الاختياري plagiarism. plagiarism اللي هو السرقة العلمية والكلام ضد الأمانة طبعا ايه contradicts تتناقض مع الأمانة. be contradict تتناقض مع ال honesty مع الأمانة. طيب صح وغلط right true for true and false for false. honesty implies telling the truth sometimes. honesty الأمانة implies تتضمن telling the truth القول الحق sometimes أحيانا طبعا إيه false طبعا لأن إيه المفروض always زي sometimes يعني مرة كده ومرة كده لا طبعا. honesty number two في الصح والغلط honesty is to be consistent with the truth in private. يبقى انت ال honesty الأمانة انك تبقى ملتزم بها consistent with the truth مع الحقيقة in private في السر بس، لكن قدام الناس لا طبعا هي false. طيب number three، honesty includes truthfulness in one's words only. ال honesty بتتضمن الصدق بتاعك في الكلمات بس طبعا برضو ايه false خطأ كلمات بس ازاي والأفعال برضو honest تمام words لما الكلمات ذات الصدق والأمانة come forth from a pure heart صح تطلع من قلب نقي pure heart true. Islam commands Muslim to be honest to himself only، يبقى أمين مع نفسه فقط لا طبعا false، يبقى كله غلط ما عدا number ايه number four. الأسئلة بقى what are honesty and truthfulness related to. what are honesty and truthfulness related to، الأمانة والصدق مرتبطين بيه باتنين one's speech الكلام وال one's deeds والأفعال speech و deeds تمام. what are the essential virtues in Islamic teachings، ايه الأخلاق الأساسية في التعليم الإسلامية. بعدين هما ثلاثة مكتوبين عندكم sincerity للإخلاص والhonesty والأمانة
والتالتة كاتب لكم ايه؟ والجود ويل. جود ويل اللي هو النية الصالحة يعني. What is plagiarism؟ What is plagiarism؟ ايه هي السرقة العلمية او ضد الامانة؟ plagiarism طبعا is taking someone else work، تاخد شغل حد تاني، and presenting them وتعرض الشغل ده as our own، كأنه بتاعنا يعني. تمام. طيب السؤال اللي بعده، complete with the words in the box. تمام. طبعا ده شغل كله ايه؟ اشتقاقات. عندنا جايب لك النون hypocrisy، الادجكتيف بتاعه طبعا ايه؟ hypocritical، hypocritically، والعكس بتاعهم عشان دول كلهم نفاق، الأمانة أو الإخلاص honesty. هو جايب لك الأدجكتيف consistent اللي هو متمسك بشيء أو لا يغادره يعني، أو ملتزم به. تمام. النون بتاعه طبعا ايه؟ consistent، والأدفرب بتاعه بضيف له while consistent فبتبقى consistently، والانتينم بتاعهم او العكس بنحط ان تبقى ان كونسيستنسي. هو جاب لي truthfully، طبعا truthfulness النون، و truthful اللي هو تمام اللي هو يعني مؤمن بإيمان وعكس الإيمان. طبعا دي compulsion زي ما قلنا، compulsory addictive الادفيرب طبعا اضافت اللي واي طبعا، وعكسها ممكن كذا كلمة، ممكن agreement لان ده معناها مضطر او مغصوب على الحاجة، فالاتفاق او ايه او الاجماع عكسها. persuasion اغواء او اغراء او اقناع. persuasive الadjective الصفة. persuasively الادفيرب الحال او الظرف. dissuasion اللي هو عكسها. طيب الترجمة سهلة، honesty implies carrying out the duties as fully and completed as possible whether the person under supervision or not. بقول لك الأمانة honesty implies بتتضمن carrying out إنجاز the duties الواجبات بتاعتك اللي عليك يعني as fully and completely كما ينبغي يعني كاملا as possible على قد ما تقدر. whether سواء كان هذا الشخص the person under supervision or not يعني ايه؟ الناس بتراقبك، supervision معنى مراقبة او التوجيه يعني، تحت مراقبة او لا. يعني الامانة بتتضمن انك تنجز مهامك كاملة سواء الناس شايفاك او لا، حد مراقبك ولا لا. طيب ينبغي على المسلم ان يكون امينا في القول والعمل. مسلم should be honest تمام in speech and deeds في القول والعمل. بس كده، نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.